اجتماع كان عبارة عن طرح لأهم المشاريع ذات الأولوية في المحافظة اللي ممكن يتم تنفيذها والعمل عليها ضمن الإمكانيات المتاحة والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع الأخرى. والقسم الثاني وهو لا يقل أهمية هو واقع المياه في محافظة السويدة، وكلنا نعلم يعني بالواقع الحالي الذي تعاني منه المحافظة. خلال الاجتماع مع المعنيين، كل المعنيين بالمحافظة من مدراء وغير مدراء، فتم طرح كل القضايا وبشفافية واضحة، واطلعت على الصعوبات، طلعت على المشاكل وعلى الصعوبات والمقترحات الحل بالمرحلة القادمة. طبعا الموضوع مرتبط مع بعضه، مو بس المياه، المياه هو الأساس وهي المشكلة القلقة عندنا حاليا بالمحافظة. أهم المواضيع اللي بتهم القطاع الصناعي، خاصة القطاع الصناعي الزراعي، كون محافظة السويدة هي زراعية بامتياز، من خلال تسهيل التراخيص، الحصول على التراخيص الإدارية خاصة للمنشآت القائمة والغير حاصل على التراخيص المبدئية، وبالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر من خلال تأمين الغاز ودعمها ودعم ترخيصها. تم مناقشة الواقع المائي بمحافظة السويدة بالنسبة لمياه الشرب وبالنسبة لمياه الري. طبعا تم الطلب من السيدة الوزيرة عدة قضايا مهمة، يعني ضرورية جدا لمياه الشرب بالدرجة الأولى، وطبعا آبار المكرمة عم تردف مياه الشرب بشكل كبير.